كروميوسومز. بوني المدار هتاخد فيها نقط ايه؟ براون جوب بريزز اوف. طيب في حاجه تانية بتدي بوزيتيف كروماتين رياكشن، في حاجات تانية هرجعها لك ثانيه لما اقول لك بس ازاي بالالكترون مايكروسكوب افرق بين السيلز اللي بتعمل ادرينالين واللي بتعمل اورجان. طب مره طالب قال لي وانا افرق ازاي؟ مش الاثنين فيهم رقم؟ اه الاثنين فيهم برج محترم؟ اه الاثنين فيهم هيدوكوندا كتير؟ طيب يبقى الفرق في شكل مين؟ الجرانيولز. الجرانيولز اللي فيها الهرمون. طيب هو احنا في حد شاطر من الوادي يقول لي هل احنا في الالكترون في الوان؟ احنا بالابيض واسود، اقول يا غامقه يا فاتحه. مين شاطر يبص على الجرانيولز؟ لا معلش دكتور الحته دي نازله وعايزه انتباهك لانها هتبقى تافهه قوي دلوقتي. اسمعني بس، لو انا بعمل دور ادرينالين هتبقى جرانيولز مور دنس. ما احنا بنقول يا دنس يا يوسف. فاكر دنس يعني ايه بالالكترون؟ سودا. طيب وفي لما تبقى فاتحه او كلير سيل مثلا او يوسف مش كده؟ الكترون دنس ولا الكترون يوسف؟ يعني ايه الكلمه دي؟ غامقه ولا فاتحه؟ مين شاف بقى؟ انا عندي خلايا بتفرز ادرينالين ونور ادرينالين. طيب بص حبايبي اللي بتفرز ايه؟ لا اللي بتفرز نور ادرينالين. الجرانيولز هتبقى نور دنس. بينما ما بسمع دي بقى، بينما اللي بتفرز ادرينالين هتبقى افتح. استحلى بقى والله اللي لسه بقى يروح. مين يقول لي بقى تاني؟ طب دي غلطة ودي فتحة صح؟ مين عنده قوة ملاحظة يقول لي في فرق تاني ان دي غلطة ودي فتحة؟ اللي في كده بتاع حوالينا مين السكريشن كأنه انكمش كده واتجمع في نص وساب وايت هاد وحواليه؟ النور ابن سكريتيف سيلز. انما في الجرانيولز بتاعة الادرينالين بتبقى هوموجينس مالية الكيس كله. حد يقول لي الفرق بين لا انا مش مبسوطة مش حاسة ان هو عايز. عايزه اسمع من حضراتكم ايه الفرق بين النور ادرينالين والادرينالين سكريتوري سيلز؟ النور ادرينالين بشكل مين؟ السكريتوري جلوبس. لا مين مور دنس؟ اللي بتعمل نور وكمان سراوند وايت هالو. يعني ايه هالو بالمناسبه؟ هالة طار كده حبيبي. طب دكتور هنا اللي بتفرز ادرينالين هتبقى ايه؟ لس. طبعا مش معقول هنكتب افتح فهنكتب بس ايه؟ دنس وهوموجينس ماليه الكيس كلها شكل واحد. وانا بس عندي كروماتين سيلز بس اوريك صوره كده بتاعتي. احنا ما نرسمهاش على فكره في الرسمة كتاب. حد شايف النجمه دي؟ لنفسك زودها. حد شايف النجمه دي؟ لنفسك انت ما بترسمهاش في امتحان العمل. دي يا حبيبي اهي. حد فاكر كلمه ستيليت نيرف سيلز؟ دي كانت في انهي جنب سيرفا بازنجا؟ مش في سيرفا دي مع كبيره؟ فاكر كبيره ستيلا؟ اه فاكرنا؟ على فكرة الحتة اللي جاية مهمة أوي خدتوها في الفسيولوجي اللي هقولها دلوقتي. مين شاطر من ولادي يقول لي إيه أصل المضمة دي؟ المضمة؟ عارف أصلها إيه؟ نيورونز موديفاير. في الأصل في الأصل هي كانت سمباتيك مايجريتنج سمباتيك. الكلام ده خدتوه فين؟ فسيولوجي. أكيد خدتوه في الفسيولوجي. مين يقول لي السمباتيك جاي اللي موجودة فين؟ في حاجه اسمها سلفا بدل طيب جميل. اسلاك تكوين السوبر رينال دي معظمها او هي تقريبا كلها ميزو ديرمال اورجنز. الفضل كانت في الاصل ايه؟ سلفا بدل جني وساب مكانه وهاجر وراح عمل المضل عمل قلبها. مين يقول لي كده؟ يبقى السوبر رينال ليها اورجن واحد ولا دبل اورجن؟ يبقى ميزو ديرمال و نرفز تيش كده يبقى طالع من الاكتوب. مين بقى اللي طالع من الاكتوب ده؟ كورتكس ولا المدام؟ عندها اللي جوه
بتطلع من الطبقة الخارجية الأبل. الكورتكس اللي بره طلع من ميزو. على فكرة في جدول كده في الآخر الفرق بين الكورتكس وإيه؟ والجدول. على فكرة والجدول ده ثلاث أرباع خلفيه. طب تيجي نمشي شوية كده فيه لغاية ما تيجي الحتة الرازلة ونقف فيها. مين من ولادي يقول لي؟ الأورجن. هنبتدي بالكورتكس. ميزوديرم. إنما المدلة؟ إكتوديرم. طيب مين من ولادي يقول لي الكورتكس كان متقسمة كام زون؟ يلا ثلاثة أساميهم يلا. لوميلولوزا فاسيكيولاتا ريتيكولاتا. إنما المدلة؟ تو تايبس أوف سيلز. اللي هو مين بقى؟ كروماتين وسيمباثيتك نيرف سيلز. على فكرة لو أنت نبيل وبتفكر أنت بتقول لي دي مايجريتنج سيمباثيتك جنري مش كده؟ الكروماتين سيلز دي اصلا خلايا عصبيه. فاكر السيمباثيتك نيرف سيلز بس اتطورت عشان تفرز هرمونات. يعني ايه سيمباثيتك جانجليون؟ يعني ايه جانجليون؟ مش تجمع نيرف سيلز ونيرف فايبرز بره السي ان اس. طب يا حبايبي الجانجليون دي عملت اللي ضرب. يبقى مين هي الكروماتين سيلز؟ موديفايد سيمباثيتك نيرف سيلز. طب اللي لسه مش موديفايد شفت سيمباثيتك نيرف سيلز نفسها يعني اشوفهم بعد ما تعدلوا ده معظمهم اتعدلوا اسمهم كروماتين ايه سيلز في لسه باقيين زي ما هم سيمباثيتك نيرف سيلز. ودي محتويات مين؟ المدلة. طيب المدلة بتفرز ايه؟ بص هنقف هنا. ادرينالين ونور ايه؟ اسمعني يا دكتور ومعاهم الكفلس. سمعتوا على الكفلس ده بين كيلرز. لاحظ دايما في الستريس يطلع بين كيلر. لاحظ دايما دي فاكر لما قلت لك واحد بدل خد بوكس في وش اترقع في حيطه وقت يقول اي ويعيط انا بضرب يهرب يجري يعني في ايه؟ نص الثاني مش وقت الاحساس بالبيت. فربنا بيطلع لنا ايه؟ فاكر قلناها فين قبل كده؟ فاكرين ان الدورفين ده قلناها في الستمك وايه؟ والتستن قلنا فين كمان؟ لسه في البيتيوتري. فاكرين الكورتيكوتروبس بتعمل اربع حاجات منهم الدورفين؟ النهارده في انا ماما سؤال يجي كده تجميع جمع لي السيلز اللي خدتها بتفرز الدور عيب سنه ثانيه مليانه تجميعات يعني بدأتها يبتدي يلمع. طيب مين يقول لي بقى؟ مين مور اسينشال؟ كورتكس ولا الدور؟ هو سؤال غبي جدا. مره طالب لطيف قوي هنقفل ولا عادي؟ طيب بص مرة طالب لطيف قوي بقول مين مور اسينشال كورتكس ولا ميدال؟ هو اصلا سؤال غبي لانه انا ما بيجي ورم في الميدال ما بنشيل السكرانيا كلها ما بتشيلش ايه؟ ما بتشيلش حته ونسيب حته. المهم فالطالب راح قال لي هو مين فيكم اللي بيعمل سكس هرمونز؟ اندروجين. فاكرين مين اللي بيعمل اندروجين؟ زونه ايه؟ الاتيكلات. بس تفتكر زي التستس مثلا كل واحد ليه البرايورتيز بتاعته هو شايف ان هي دي اهم حاجه في الدنيا. طبعا ده حمار مين؟ هو مين الحاجه اللي طالعه هنا ما تطلعش في حته ثانيه؟ الجروب وكورتيكوز. يا جماعه ما لهاش مصدر ثاني غير مين؟ الكورتكس دي اهم حاجه. لكن مره قال لي طب ما الادرينالين والنور ادرينالين طالعين من هنا. لا بيطلعوا من حاجات كتير. ده بيطلعوا من عمود سيلز. ده بيطلعوا استنى بس استنى ده في حته مهمه قوي. الادرينالين والنور الفوسفوريه دي كل ما ابتدي اتكلم تروح يعني انا سكت سكت. طيب مين يفكرني في الاصل؟ في الاصل السوبرا رينال ميدالا كانت مايجريتنج سيمباثيتك جنري.
طيب مين من ولادي قلت لما هاجرت ما انت فاكر جنب الواحد يهاجر ويعمل لنا النظافه بتاعت محياتي وجنب الواحد من ناحيتي يهاجر يعمل لا يا حبايبي ده في مجموعه متجمعه بتحاول تهاجر في اللي بيوصل ويعمل مظله في اللي بيفضل جنب الجنبيه بيسموها بارا جنبيه في باراجراف ثلاث سطور اسمه بارا ايه مين يقول يعني ايه بارا جنبيه تاني بشرح مين الشاطر يقول المضاد بس جنب مين الجنبيه وليس داخل السوبراريت يعني فيهم انهي نوع من السلف كروماتيك وسلف باثيك نيرف سلف فاهمين يبقى ما مصدر الادرينالين والنور غير المضاد لو سالتك دلوقتي سؤال خدناه دلوقتي اقدر اجمعها كروماتيك رياكشن بوزيتيف في انهي اماكن أول كلمة تقول لي أدرينا المدارة ثم مين زيها بالظبط؟ عرجة ثم في غنية من عبود سلس حد فاكر إي سي سلس اللي بتطلع السيروتونين عرفتوا إي سي دي اختصار إيه؟ انتيرو كروماتين سلس يعني سلس موجودة في الجي آر تي وبتحافظ الكروميك أسيد سميناها إيه بقى تاني؟ الاي سي سيلز يعني ممكن تقول ارجنت سيلز يعني زي ما بتاخد السيلفر بتسيبه كمان بالكروماتين رياكشن طيب احنا لسه ما خلصناش الجدول فرق بين كورتكس وميدالا يا جماعه مين بيدي بوزيتيف رياكشن ومين نيجاتيف رياكشن مع الكروميوم سورس الكورتكس نيجاتيف انما الميدالا طيب في فرق في البلاد سبلاي على فكره قبل ما انسى ايه دليلك ده سؤال شغل ده سؤال شغل ايه دليلك ان السيل دي كانت اصل المضلة كانت اصلا مايجريتنج سيمباثيك الجنب مين شاطر دلوقتي يقول انا عايزه كذا دليل اوريجين اكتوبر سمعت في الفيسيولوجي معلومه ان بيجي لها 3 جنيونيك سيمباثيك انرفيشن ده الدليل الثاني الدليل التالت بتطلع فيها نيرف سيلز بتفرز ادرينالين طب مره واحد قال لي الفانكشن بتاع المضلة ايه؟ قلت بتفرز ادرينالين ورود ومعاها انكفز طيب قال لي هي بتفرز امتى الادرينالين؟ ستريس طب والوقت ما فيهوش ستريس طول الوقت بتطلع بس طالما في ستريس بتطلع بكميات ايه؟ قليله امتى يزيد لما التعرض للستريس عارفين الكذا اف دول فايت وفرايت وفلايت وضربون دي بقى في اوقات مين؟ ستريس ده يفوق تلعب كوبايه الادرينالين على فكره بقى في مشكله كبيره قوي بتحصل ناس بيجي لهم ورم في المدام فيو كرومو سايتوما مكتوبه لك في كلينيكال ابلكيشن فاكرين انا شرحت المره اللي فاتت ان هو لما بياخد كورتيزون مش المفروض يوقفه مره واحده دي اللي مكتوبه في الاول تحتها بقى فين كروموسايتوما هما يعني ايه؟ هما يعني ورم سوري دكتور فين كروموسايتوما يعني ورم في الايه؟ في الكروماتين سيلف يعني في ايه؟ في البدن انا قلت لك معظم الاندوكراين جلاندز معظم اورامها فانكشنال يعني بتفرز ايه؟ تخيل بقى ونور وبكميات ايه؟ فتلاقي العيان تعرفوا ازاي ان ده عنده الورم ده؟ وتبقى على فكره في تحليل بيجمعوا اعتقد اسمه فالينار مندلك اسم حاجه كده اللي هو الناتج بتاع بيجمعوه في 24 ساعه في البول بتشوف كميته قد ايه؟ لو عاليه شخص في كروموسايتوما يعني ده تشخيص بالمعنى يا ولادي تلاقي العيان الصبح ده 300 على 140 بالليل 120 على 80 يعني ايه؟ حصل صادم جش فوق قد كده سكريشن مره واحده كميه كبيره فتلاقي ايه ضغطه ايه؟ عالي جدا وبعد شويه تلاقيه نزل فوق مين بقى البس بتاع مستحمل الفاريشن الكبيره دي؟ دي سخيفه جدا لما تلاقي الفاريشن ده مره عالي قوي مره طبيعي او حتى واطي فكر ان عنده مين؟ فيو كرومو سايتوما
شهور وماتش. لا لا مفيش هزار، ده خمس سنين، ده هو ده اللي بتمتحن بونص عشان السنين. اه ده امتى؟ الحمد لله انه لغايه نهايه الاندو اللي هو ان شاء الله لو باذن واحد احد كده يخلص يا النهارده يا بكره في بدايه معايا. على فكره الدكتور ما بياخدش وقت في شهر يا سهل، احنا حطينا رؤوس هنمشي عليها. انتوا بتقلبوا في ايه؟ عايزه بلان سبلاي في بتشولي. سوري سوبر ركزوا. بص يا ولادي الرسمه دي مش عندك، لكن عشان تفهمك الرسمه اللي عندك مش دي سوبرالينا. لا معلش انا طالبه من حضرتك سيب والبريت والحته دي رزق. في ثلاثه ارتس بيغذوا السوبرالينا، واحد اسمه سوبير ثم ايه؟ ميدل ثم انفير سوبرالينا ارتس. بص يا جماعه هناخد مثلا ميدل اهو انقسم لثلاث فروع، برانشي سبلاي مين كبسول، وبرانشي سبلاي مين كورتكس، وبرانشي سبلاي مدام. مين خد باله مين قوي ملاحظه؟ خد باله ان الكابيلرز بتاعت المدامه بتصب في نيول صغيره ثم يخرج سنترال فين كبير من المدام. حد شاف الكورتكس فينس بلاك؟ لا. امال الكابيلرز بتاعت كورتكس بتصب فين؟ في المدام. في طلبة ماشي قدام النت لكن هي في البوست
الاماني منك طبعا مش هي ده بس بتبقى كده. طيب حد يقول لي يا مصر انا تو لوبس كونكتد في حته ضيقه اسمها الفصل. طيب مين يقول لي ايه الحاجات السودا اللي ظهرها دي؟ بارا تيرويد في اربعه، بارا تيرويد في الباك وفي الفيلم. طيب انت ملاحظين يا جماعه قلت لك قبل كده لما تبقى الكبسول رفيع هتسمها خيط رفيع. مين خد باله الكبسول دي ايه؟ بريتين. هي ومين؟ والترابيك كتيره ولا قليله؟ قليله. بتقسمها الى لوبيوز رفيع. اول مره نقول ان في جلاند هاف تو كبسولز. هما اكتشفوا ايه؟ اسمعني اسمعني الكلمه دي بسيطه دكتور. لما بيفتحوا يا دكتور لما بيفتحوا منين كده بيلاقوا كبسول، يشوفوا الكبسول يلاقوا كبسول تاني. الكبسول اللي بره دي مش كبسول، دي الفري تراكيال فاشيا اللي هي لما الجزء بتاع التراكيا بالحول يا دكتور. انما فتحت الفري تراكيال فاشيا الاقي بقى ترو كبسول. فانت عاده يا بتقول ليها تو كبسول اوتر فولز وانر ترو. مين الاوتر فولز؟ والإيدر ترو رفيع مفيش أكتر. يا إما بتنسى عارف تفتكر مش هيقول أي كبسول رفيعة ولا تخينة وكبر بيه كبر بيه بريتراكيال فاشل. يعني كده كده هقول يا تقول لك كبسول يا تقول لي كبسول كبر بريتراكيال فاشل. طيب حد بقى يقول لي فردية يا جماعة الكلام ده كلام حبس يعني ريتيكولار إيه؟ سيلز وفايبرز بريزنت فين؟ ما بشوفهاش الا ادي الصوره اللي المفروض كانت تبقى في الكتاب والمطبعه زرقتها. بص الكتاب عندك، بص الصوره الوانها زي ما تكون واخده لتنج ازرق كده. بص هي دي الالوان الطبيعيه كده. ليه بندعي بقى ان الصوره دي رسمة دي كده في الامتحان؟ اولا الوانها ايه؟ يعني انتم مش ملاحظين الوانها لطيفه ومحببه كده مبهجه. ثانيا هي وحده وتتكرر واحنا متعودين لما تبقى حاجه وتكررها مش لازم املاها كله. يعني هو المنظر اللي فيه هيصه كتير بس اكشولي بعمل حدودهم واسيبهم فاضيين. اما اثنين بذمه وضمير والباقي كده خلاص. طيب دي ناحيه الثيرويد. امال دي ايه؟ دي الباراثيرويد. نمسك الثيرويد الاول. شكلها غريب شويه. مين من ولادي يفكرني واحنا مش كنا في الغدد الاندوكراين الاقي السيلز يا في حبال برانشنج او ستريت يا عامل ارشن يعني ليها ترتيب كده حوالين في الستريت كابيلرز او بلاد سيلز. لكن عمرك شفت الكور دي في اندوكراين؟ فاكرين في الفارس تيوبيرات كنا انا عديتها بسرعه قلنا فوليكلز وفيها كلهم لكن الحقيقه ما شرحتهاش ان انا هشرحها هنا بالتفصيل. دكتور فوليكل ممكن اسالك سؤال؟ تفرق ايه فوليكل عن اسيدس؟ خلي بالك انا في اندوكراين والاسيدس دي قلناها فين؟ في الاكزوكراين فاكرين السلفري والبنكريات. مين يقول لي بقى كده الفرق ايه؟ انا وضحتها قبل. الاسيدس ليها ايه؟ انما الفوليكل دي كوره مغلقه. نو دوتس. مره واحد قال لي طب كوره مغلقه ليه؟ بيقولوا عشان الهرمون بيتخزن جواه. حد شايف الكتله الحمراء دي؟ البقعه الوردي الجميله دي ده هرمون متخزن. دكتور تعال نتعلم كلمه. لما يبقى بص يا دكتور السيلز دي بتصنع هرمون اسمه فاكرين ثايرويد هرمون او تي 3 ايه؟ وتي 4 ده بروتين. بروتين هرمون. لو انا مخزنه بروتين هرمون يبقى اكتف ولا يبقى في صوره ان اكتف؟ بص بقى ستورد ان اكتف بروتين هرمون ده اسمه كلويد. نقول تاني عشان هتقابلك الكلمه دي كتير. ما معنى كلمه كلويد؟ ده اكتف هرمون ولا ان اكتف؟ معناه ان هو ريليز في الدم ولا لسه ستورد؟ يبقى لما يبقى وطبيعته ليفيد ولا بروتين؟ بروتين. يبقى معنى كلمة كولويد ايه؟ ستورد ان اكتف بروتين هرمون. سيب بقى اللي في ايدك ثايرويد فوليكل ده يجي سؤال اخر السنه اتكلم على ثايرويد فوليكل ويقول لك معلش قبل ما ابتدي فيها حد شايف الصوره دي؟
الصوره دي ادي الفوليكلز اهي. في تيشو ما بين الفوليكلز اسمه انتر فوليكلر تيشو او الخلايا اسمها انتر فوليكلر سيلز. يعني ايه انتر؟ يبقى ما بين الفوليكلز مع انتر فوليكلر تيشو. يبقى انا الثايرويد هتكلم على تو بوينتس كبار، ايه هما؟ فوليكلز والانتر. طيب مرض الطالب قال لي سؤال جميل ده، هو ليه اصلا هرمون يتخزن؟ احنا يا دكتور احنا قلنا اي خليه بتصنع هرمون بتصبه مباشره فين؟ في الدم. حبايبي هي مش في التخزين، انتوا فهمتوا غلط. ده احد خطوات تصنيع الهرمون بتتم في الكافيتي اللي في النص. هنشوف. وبعد ما يتصنع يتخزن في صوره ايه؟ طب ازاي كده؟ معلش انا هشرح بتفصيل، بس خدت بالك ده؟ ادي السيل دي لونها ازرق ولا لا؟ عشان هتفرز ايه؟ وترميه فين؟ في اليوم. ويتخزن في صوره اكتف ولا ايه اكتف؟ طب لما الجسم محتاج الهرمون هي البلاسس جوه ولا حوالين الفوليكلز؟ شايفينها؟ طب يبقى البلاد فيسلز دي انا عايزه ارمي الهرمون فيها. عارفين كلمه بيروسايتوزس؟ السيل بتشرب شويه منين؟ من الكولويد اللي هو الان اكتف. مين الاورجانيل المسؤول عن التكسير؟ اللايزوم. لو تفتكر اللايزوم سنه اولى اخر وظيفه ان ذا ثايرويد كان تشينج ذا ان اكتف هرمون تو ذا اكتف هرمون. اللايزوم تكسر الان اكتف كولويد تحوله تي 3 وتي 8 اللي هو الاكتف فورم، وبعدين ترميه فين؟ يعني اتجاه التصنيع في الاتجاه ده. طب ولما اعمل اكتيفيشن اخده في الاتجاه ده واصبه في الدم في الاخر، بس اصب انهي فورم؟ اكتف ولا ان اكتف؟ طبعا اكتف فورم. هنفهم اكتر. مين يعرفني بقى ثايرويد فولي؟ كانت دي موجوده في اي اندوكراين جلاند اخرى؟ يبقى دي ستراكشر، نقولها كده معايا، ستراكشر اند فانكشنال يونت اوف مين بس؟ ثايرويد. اشكالها ايه؟ بص على الصوره قول لي. بتبقى راوندد يا اوفن، سهلة دي؟ عبارة عن سيلز قاعدة على بيزمنت ايه؟ ممبرين ومحيطة بكافيتي. طب مين فيكم شاطر قوي بيفكر يستخدم مخه؟ يقول لي بيز ممبرين ده دكتور كل ما رفع ولا كل ما تخن كل ما كان أفضل؟ كل ما ايه؟ رفع، عشان يبقى سهل أوصل هرمون فين؟ في البلد. طيب دكتور يبقى قاعدة على ديليكت او ثين ليزم، طالما بينزل ديليكت او ثين احنا بندور عليه في الدواء لا؟ يعني لازم تقولي البيز برين رفيع كده. طب محيطه بالسيلز دي محيطه بكافيتي ولا لا؟ يا دكتور الكافيتي دي كونتين ايه؟ كلويد ده ليه لون؟ احمر ولا ازرق؟ اقول اسيدو فيليب كلويد ماتيريال. طيب مين من ولادي شاطر يقول لي؟ طبعا حوالين الفوليكلز في فلستريتد ايه؟ طيب مين مش شاطر ولادي يقول لي في كم نوع من الخلايا بيبطل الفوليكل دي؟ نوعين. الزرقاء الغامقة دي اسمها برنسبل فوليكلر سيلز، دي 98% من الخلايا. مين شاف دي؟ حد شاف الفتحة دي؟ الفتحة دي واصلة اليومن يا ولاد؟ يعني تعتبر ما بين مين ومين؟ البيز ممبرين والفوليكلر سيلز، فسموها بارا فوليكلر سيلز. دي اهم سؤال في الثايرويد، مين السيلز لايننج الثايرويد فوليكلز والوظيفتين بتوعها؟ بص يا دكتور هي. مين يقول لي بقى دي فوليكل فيها كم نوع من السيلز يا دكتوره اشتغل؟ في فوليكلر سيلز وبارا فوليكلر سيلز. مين كم في الميه؟ سؤال غريب. الفوليكلر نسبتها كام؟ 98. البارا فوليكلر يعني لازم ارسمها؟ ارسمها في واحده او اثنين، نسبتها 2% يعني لازم يكون السكشن عدى فيها؟ لا ده احنا نادر لما نشوفها احنا بنرسمها. يعني ساعات تقول لك في الداتا شو انت ايه البارا فوليكلر فرحانين يعني. نسبتها 2%. انا عايزه بصوا ساعدتكم اللي هتشرحوا الفوليكلر سيل شكلها ايه باللايك. مين يقول لي باللايك ده اسمه؟ دي كيوبيكال سيلز؟ دكتور كيوبيكال نيوكليس فين؟ سنترال راوند دي اكتف ولا لا؟ تبقى نيوكليس. سنترال راوند فين؟ وفيها بروميننت
nucleus. Questo citoplasma di ribosomo sarà protein hormone. Ta mini oli tada ta'alif min organelles. انا بستنى هرمون اصله بروتين. لا بجد هزعه قوي لو ما قلتوش الاستنى بتاعتنا اندوبلازم وويل ديفلوب بيولوجي افريك از ويل. طبعا ميتو ايه كونتري ويل السكريتوري فاسيكلز اللي هتعمل ديفزو ايه طيب ايه كمان لايزوزوم اللي ينسحب دوا كتبتوها ولا لا يا جماعه دي لها اكتيفيشن للايه من اكتف كلويد اوعى تنسى واللايزوم سؤالي برايمري وايه وسكن. طيب ثانيه واحده طبعا ده كده اللي يقول كده ويسكت ده كلام شكلها لا لا شكلها قوي عارفي في باراجراف كده قد كده سنتسيس اوف ثايرويد هرمون خطوات تصنيع الثيرويد هرمون. وعلى فكره ده ممكن يجي سؤال كده وممكن يجي سؤال بطريقه اسهل من كده يقول لك قول لي اربع اورجانيلز. تحبوا تكتبوا نص السؤال ده ممكن يجي في الامتحانات الصغنونه اللي عليها الامريكيين. قول لي اربع اورجانيلز في الفوليكولار سيلز and the role of each in synthesis of the thyroid hormone. اقول لك بالبلدي مين الاورجانيل قول لي اربع من الاورجانيلز اللي موجوده في الفوليكولار سيلز وايه دور كل واحد في تصنيعها. طبعا لما اخد خطوات تصنيع الهرمون مش تجاوب انتوا على السؤال ده ممكن ااجل اجابته لما اشرح خطوات التصنيع. دكتور خليك معايا طيب انتوا عارفين انا مكبره ايه؟ بص يا دكتور حد فاكر المنظر ده؟ انا هاخد واحده من مين؟ فوليكروسيت يعني فوق كده ناحيه الكافيتي الكولويد كده وهرسم تحتها بلاد بس عشان ارمي الهرمون بعد كده في الدم وهكبرها مرسومه عندك. فلو سمحت كله انتباهوا معايا لو انت فهمت في ناحيه اليومن فوق في ناحيه الكابيلاري تحت اهو ده كابيلاري. طيب اقول لك طبيعه الهرمون عشان تالف اللي فيه ايودينيتد جلايكوبروتين. مين شاطر يقول يعني ايه الكلمه دي؟ يعني ايه المحتويات؟ الاول اصنع بروتين جلايكو يبقى ضفت عليه ايه؟ كربوهيدرات. وبعدين ايودينيتد يبقى هنضيف ايودين. طيب مين من ولادي شاطر يقول لي البروتين بتصنع منه؟ ان شاء الله من امينو اسيد. طيب حلقه الامينو اسيد منين؟ من الدم. طيب يبقى السيل بيكس اب امينو اسيد من الدم يخش هنا. اول حاجه تقابلني الرف ايه؟ مش انا اعترف الرف عاده بيبقى بيزا دكتور بيصنع ايه؟ لا بص الكلام اللي فوق يعني بتاعت ايه ده؟ تنطقه يا حبايبي هيخش في الرف يصنع مين؟ اهو كده يبقى اول ستيب سينثيسيس اوف بروتين في الرف. خلي بالك ده يا جماعه السؤال انا قلته. طيب حبايبي حد فاكر من الرف بيطلع اكياس النقل الترانسفير ايه؟ ترانسفير فيزيكال تروح لمين؟ عشان اضيف مين؟ اديشنال كربوهيدرات. دلوقتي لما تضاف الكربوهيدرات بقى اسمه بروتين ولا جلايكوبروتين؟ الاكياس بص يا دكتوره ابيكال سكريتوري فازكس تروح تعمل اكس وايه؟ الخرق ده اسمه ايه؟ جلايكوبروتين. طب بس انا لسه ضفت الايدين. طب استنى استنى هو في الدم اسمه ايدين ولا ايودايد؟ يبقى السيل تلقط ايه مع الامينو اسيد؟ تلقط ايودايد من البلد يخش جوه السيل بانزيم اسمه بيروكسيديز. الايودايد يتحول الى شايف الكيس ده اللي فيه الايودين يحصل له اكزو. الشاطر بقى يقول لي هل حصل ايودينيشن جوه السيل ولا في اليومن؟ انا قلت لك احد خطوات تصنيع الهرمون بتتم في الكافيتي. يا رب اليومن ده مش اساسا عشان اعمل ستورج ده اساسا عشان يكمل الاول تصنيع الهرمون. يتضاف مين؟ الايودين. دكتور حد خد باله؟ انا عندها صوره ورده مين شاف الحركه دي؟
شاطر يقول لي جسم محتاج الهرمون اعمل فينو ايه؟ خدت مين؟ الكولويد مش كده؟ مين يجي حاجه في الكيس اللي فيه الكولويد؟ برايمري لايزوم. شفت هتلحم معايا ببدل منظر ما دلوقتي اسمها برايمري ولا عدى على الارض؟ بقى اسمها سكند لايزوم. فاكرين يا جماعه الهيدروليتيك انزايم تكسر الكولويد تحوله تي 3 وتي 8 4 يبقى ريليست فين؟ في القلب. يعني الدنيا ماشيه في التصنيع ماشيه فوق. طيب عشان اعمل اكتيفيشن وارميه في الدم. بصوا حبايبي اعلمكم حاجه، هو مش احنا قلنا كل الاورجانيلز بتاع تصنيع البروتين موجوده هنا، زودنا عليها مين الاكتيفيشن؟ لايزوزومز. وفي ثلاثه ايبيكال هندور عليهم كده مع بعض. مين خد باله في ايبيكال مايكروفيلاي؟ ليه؟ فكر اي مايكروفيلاي ليه؟ زود السيرفيس اريا للكونتاكت مع كولويد. كرة قليلة نورتنا كرة قليلة. الايودين في ميه الشرب. احنا يا جماعه
النسبة دي ضئيلة جدا بس كافية لتصنيع مين؟ الثيرويد. في أماكن مناطق في العالم المية بتاعتها فيها نقص كبير. طب يحصل ايه؟ فكر. الثيرويد طبيعي بس الأيودين ولا تفتكر دي بيوتي فور أخبار كميتهم ايه؟ هتقل. حد فاكر المفروض الثيرويد هرمون اي هرمون يجي على لما بيزيد بيحصل نيجاتيف ايه؟ فيدباك للجي اس اتش والوقت ثيرويد استبيت هرمون بتاع البيتيوت. طب ساعات هرمون قل جي اس اتش ستيميوليت مين؟ ثيرويد قاعده تكبر بس مش عارفه تصنع برضه الهرمون. هي في محاوله لتصنيع كميه منين فبيسموه. طب ايه هلا؟ طبعا حلها ان تزود لما في ملح يقول لك معاه ايودين مثلا ماي شور مضاف عليها ايه؟ ايودين. يبقى الدايت اللي هي لو فين؟ دي اللي انا قلتها لك دلوقتي. الفيروس ار اندمك ان سم ريجنز اوف ذا وورلد. يعني ايه اندمك؟ اندمك بالعربي متوطنه عشان بس الناس كتير الاسم ده اكيد عليهم. لكن اللي فات انا قلت بصوا بكلمه اصل دكتور endemic in some regions of the world where dietary diet is scarce. scarce يعني حاجه نادره قليله قوي. انا بس حبيت افهمكم الترجمه بتاعت الجمله دي بس كده. بس الله يهديك. مين دي بقى؟ حد يقول لي مين دي بقى؟ بارا فوليك ارسنس. على فكرة ممكن حضراتكم توصفوها نسبتها كام؟ انا علمتك كلمة قبل كده الحاجة اللي عددها قليل يبقى لارجر ذان مين؟ الفوليك. ليه سميتها بارا فوليك؟ هي قاعدة صحيحة البيس من ايه؟ ممبرين لكن ما بتوصلش اليومن كانت ريتش اليومن. يعني ما بين مين ومين؟ بيس ممبرين والفوليك نفسها. هو ليه ما بتوصلش اليومن؟ حبيبي ما بتخزنش حاجة في اليوم. دي بتنمي الهرمون فين؟ في البلاط مباشرة. ما بتعملش ستور في الحياة. طيب انت قلت لي نسبتها كام؟ اقول لكم على هرمون اللي هي بتعمل ايه؟ كالسيتونين. سمعنا عليه ده؟ كالسيتونين ده ايه وظيفته؟ بينقص الكالسيوم في الدم. مين شاطر قوي يقول لي يوديه فين؟ دخله في العظم. يعني بيزود الكثافه بتاعت العظم. لما يكون ناس عندهم هشاشه فظيعه في العظم نضطر نديهم هرمون ايه؟ كالسيتونين. دكتور عارفين ده بيشغل انهي خلايا في العظم؟ الاستبن العظم الاوستيوبلاس فيدخل الكالسيوم في العظم. دكاتره على فكره انا شاشك حاجه الكالسيتونين ده ليه اماكن اخرى بيطلع منها في الجسم عشان كده يا دكتوره بيسموه ثايرو كالسيتونين. اسمه ايه هنا؟ اللي طالع منه هو نفس الثايروكلين بس عشان طالع منين؟ من الثايرو. دكتور بسك عليه ده بروتين. الكالسيتونين ده بروتين. رافع الاندوبلازم وجولجي ومايتوكونديا والهرمون يبان في صوره. انت شايف سبيت مليوس؟ انا شايفها كانها فاضيه. دكتور سؤال ليه بيسموها سي سيلز؟ ده سؤال شاف. برافو عليك. طلبت كتير قوي يقول لك بالظبط تعمل ثايرو كالسيتونين وكالسيتونين اول حرف سي نو عشان هي كلير سيل. زي ما تكون شفافه ولا لا؟ شايفينها زي ما تكون بيضاء مقارنه بمين؟ الفوليك الفرق الغلط قوي دي. طب انت شفت جرانيولز يا دكتور؟ لا يا حبايبي الجرانيولز ما تبانش الا بالفضل يتبع عبود سيلز. مين يفكرني عبود سيلز؟
فوليكلز اسمها انتر فوليكلر سيلز. مفاجأة. نفس الوصف بتاع الفوليكلر سيلز ونفس الأورجانيز. مرة واحد قال لي دكتور وبتصنع T3 و T4 زي الفوليكلر بالظبط. فطالب قال لي يعني دي فوليكلر بس بره الفوليكل؟ لا يا حبيبي دي جوه الفوليكل. تسكتوا بقى عشان تفهموا احنا نفهم دي ونمشي. يلا دكاترة مش دي فوليكل زيها؟ حد شايف الفوليكل دي؟ لو انا خدت السكشن في النص هنا دكتورة يعني السكشن معدي في الكافيتي مش ده المنظر اللي بيبان بقى الفوليكل وفيها اسيتوفيليك كلهم؟ طب لو السكشن معدي على طرف الفوليكل من فوق او من تحت مش معدي في الكافيتي يعني شايف المنظر ده؟ هيبقى الكافيتي ولا يبان جروب اوف سيلز؟ ما هي دي الانتر فوليكلر سيلز. يبقى الانتر فوليكلر سيلز ما هياش حاجه جديده. تعرفها ايه؟ تانجنشنالي كات فوليكل. عارفين يعني ايه تانجنشنالي؟ يعني مقطوعه بطريقه مماثيه. يعني السكشن عدى على فين؟ على الطرف مش في قلب الفوليكل. فهمنا دي ولا لا؟ مين يقول لي كده؟ اسال سؤال لو سمحت. يعني بيفرضوا T3 و T4 من قلب الفوليكل. سؤال ينفع الاقي فيهم في وسطهم سي سيلز؟ فكر قبل ما تجاوب. ينفع الاقي بارا فوليكلر سيلز في وسطهم؟ لا قال ان شاء الله.